أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين إذا فعلوا فاحشة
أو ظلموا أنفسهم ذكروا الأنهار خالدين فيها.
صدق الله العظيم. ما شاء الله. كلمة تزيد له كريمة كلها على مسامع حضراتكم فاضلة القارئ الشيخ حماد محمد الشامي قارئ رئيس جمهورية مصر العربية وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي والمقيم والمعروف بمركز مدينة كوم حمادة. أما عند الصوت الضوء ومعرض الفراشة الحديثة الكبرى إدارة الحادي عماد رشوان المقيم والمعروف بكفر سلامات. حضرات السادة المعزين الكرام، شكر الله وسعيكم جميعا.